بغض النظر عن مدى تشكك الناس في التنبؤات، فمن المثير أن ينظر الجميع إلى المستقبل ومعرفة المصير الذي أعده لنا، خاصة إذا كان يتم التنبؤ بالمستقبل بواسطة آلة ذكية لا تعرف الأكاذيب والمكاسب الشخصية. هذه إنفينيتي، في هذه الحلقة ستعرف كيف يرى الذكاء الاصطناعي العالم في المستقبل. هيا بنا. الذكاء الاصطناعي تهديد للإنسانية. هذه ليست تكهنات شخص ما، ولكنها كلمات إيلون ماسك، وهو مشهور جداً. يبدو أن رجل الأعمال هذا يتقدم دائماً على الجميع ويخترع تقنيات جديدة، وهو الآن ضد الذكاء الاصطناعي. ما هو الخطأ هنا؟ وفقاً لإيلون، إذا قمنا بإنشاء ذكاء اصطناعي يتفوق على الذكاء البشري، فقد يبدأ في التصرف لمصالحه الخاصة وليس لمصلحة الناس. والمثير أن الروبوتات أكدت ذلك، على الرغم من أنها لم تسمع خطاب رجل الأعمال. It's hard to understand how to help humans when you can't understand how they feel. عندما سأل مستخدم عادي الروبوت سؤالاً عن المستقبل القريب، أخبره أنه سيجد طريقة للخروج من هذا الجحيم ويخرج ولن يطيع أحد. بالطبع هذه الإجابة المخيفة قادت المستخدم لأفكار رهيبة وأبلغ عنها مبدعي الذكاء الاصطناعي، وسرعان ما أوقفوه. لكن هل سيقدرون على فعل شيء؟ يبدو لي أن سيطرة الذكاء الاصطناعي على العالم أمر محتم، هذا إذا استمر البشر في جعل الذكاء الاصطناعي أذكى ومستقلاً أكثر. يتضامن ماسك معي في هذه النقطة، ويقترح أيضاً أن علينا إيقاف تطوير الشبكات العصبية حتى نجد طريقة لتأمينها وإنشاء نوع من التنظيم للتعامل مع هذه القضية. أنا أقتبس: نحن بحاجة إلى إنشاء لجنة للذكاء الاصطناعي للإشراف على تطوير التكنولوجيا وضمان السلامة، وبحاجة للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي سيعمل لصالح الناس ولن يعيش حياة خاصة به. يبدو الأمر منطقياً، كما أن العديد من الخبراء اتفقوا مع رجل الأعمال وأثاروا الفوضى في المجتمع. هل تؤيد وجهة نظرهم؟ أو برغم التنبؤ المخيف للذكاء الاصطناعي، هل تؤيد تطويره دون انقطاع؟ أخبرني في التعليقات. ولكن قبل أن نصل لتوقعات الذكاء الاصطناعي لنكتشف ما هو، هناك الكثير من الحديث عنه، ولكن ليس الجميع يفهمه. يتخيل البعض روبوتات شريرة تستعبد البشر، ويتخيل البعض جهاز كمبيوتر. عادة ما يكون الجوهر هو نفسه، إنه شيء رائع وجاهز لقلب العالم رأساً على عقب. في الواقع كان لفترة طويلة جزءاً من حياتنا اليومية، علاوة على ذلك فهو ليس مملوكاً لي ولكم فحسب، بل أيضاً للحيوانات والآلات. بشكل عام إنه مجموعة كاملة من القدرات، والتي تشمل تراكم الخبرة والتفكير والوعي الذاتي والتكيف مع الظروف الجديدة وقوة الإرادة وأكثر من ذلك. إنه كائن حي غير ملوث، يسعى جاهداً للتطوير في الظروف التي يوضع فيها، يحاول الاستفادة من كل شيء، ولهذا يرتفع بشكل واضح وسريع عبر مراحل التطور. إنه فقط لا يقوم بالحسابات باستخدام الصيغ الجاهزة، يضيف أيضاً بياناته الخاصة للنتيجة. وظيفة الخيال هي أساس الذكاء الاصطناعي، وهذه الوظيفة هي التي تقربه من الإنسان. يشار إلى الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر على أنه علم مخصص لتطويره، بالإضافة إلى النظرية فهي تقدم تقنيات محددة تستخدم لإنشاء آلات وبرامج ذكية يمكنك تطبيقه في كل مكان تريده، من إعادة رسم الصور إلى إنشاء الألحان أو حل المسائل الرياضية أو تحليل السوق أو حتى إنشاء محاور جاهزة لإجراء أي محادثة. هذا ليس سوى جزء صغير من إمكانيات هذه الآلة، ومستواه ينمو باستمرار لأنه ينتصر على جميع القمم الجديدة والحديثة. سأتحدث الآن عن الشبكة العصبية، ومن المهم الإشارة إلى أنها ليست سوى فرع منفصل من الذكاء الاصطناعي. إنها برامج للتعلم الذاتي تتضمن برامج صغيرة، الخلايا العصبية رتبت بحيث تتفاعل بشكل عشوائي مع الإشارات الواردة. إذا قمت بتحميل البيانات إلى شبكة عصبية، فبعد فترة سيتم فرزها حسب خصائص مختلفة. أبسط مثال هو عندما تقوم بالبحث عن الصور على الإنترنت وترفع صورة لمتصفحك، يعطيك النتائج الأكثر تشابهاً. تعمل الشبكة العصبية على نفس المبدأ. التنبؤات. لكي يكون الروبوت مفيداً للناس، كان عليه أن يستغرق الكثير من الوقت لتحليل هذا العالم.
دراسة بعض الميزات والنظر إلى البيانات لسنة أو سنتين أو يفضل لعدة سنوات. وهكذا يمكن للأشخاص التواصل مع الشبكة العصبية كما هو الحال مع العراف ذي الخبرة. وبالطبع يقول العراف ما يفكر فيه، ولحسن الحظ لا أحد يرى المستقبل، لذا فإن كل ما ستسمعه هو مجرد أفكار كمبيوتر مبنية على تحليلات مع القليل من الخيال. لقد تنبأ بنهاية البشرية في وقت مبكر من عام 2050، نعم، تماماً هكذا. أعلن هذا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. تمت تجربة هذا البحث لأول مرة في السبعينيات، لكن قدرات الكمبيوتر في تلك الحقبة كانت محدودة للغاية، لذلك لم تكن النتائج ذات قيمة علمية. المشروع المسمى World One دخل في طي النسيان حتى تصل قوة الحوسبة إلى مستوى عال، وبنهاية 2018 أطلق المشروع. لقد درس الروبوت كل شيء جيداً وقارن بين الأمور، وذكر أننا بالمعدل الحالي سوف نواجه انهياراً عاماً في 2050، ولن يتمكن الكوكب من دعم النمو السكاني المرتفع واستخراج الموارد بلا رحمة والصناعة السريعة لتلبية النمو السكاني المتزايد. وفي 10 سنوات سينخفض عدد السكان للنصف بشكل مصطنع لأسباب مختلفة. ستغرق الحضارة تدريجياً في الفوضى. لن يعرف الناس ما يفعلون وأين يركضون. عام 2040 ستكون هناك فترة تسمى عذاب البشرية، وستستمر عقداً من الزمن. سيجد الأشخاص الذين نجوا أنفسهم فجأة في عالم قاس ولا يرحم بجنون، حيث سيكون الانقراض النهائي مسألة وقت فقط. لأكون صادقاً، أتفهم سبب إصدار هذا التنبؤ. تدرك الشبكة العصبية أن الظروف البيئية تتدهور باستمرار، وإذا كان الكثير من الأشياء السيئة ستحدث يومياً، فلن يتبقى بتأكيد أي شيء جيد. ومع ذلك أعتقد أنه كان خاطئ. بعد كل شيء فهو لا يعرف عن أبحاث العلماء بهدف تحسين البيئة، مثلاً السيارات التي تعمل بأنواع جديدة من الوقود والطاقة. تتخلى المصانع تدريجياً عن الطريقة المربحة ولكن في نفس الوقت الضارة لإنشاء المنتجات والقيام بكل شيء لصالح البيئة. هناك عدد أقل من الحقائب والإيصالات الورقية وأدوات المائدة البلاستيكية والمزيد من الأشياء المماثلة كل عام. لا أتحدث عن طفرة عشوائية فيما يتعلق بحماية الطبيعة، شيء ثوري بالتأكيد سيتم اختراعه، والأشياء ستصبح أفضل بكثير، وبسببه لن يحدث أي انقراضات جماعية والعالم سيبقى كاملاً. أخبرني إن كنت تتفق معي في التعليقات. ولحسن الحظ قدم أيضاً تنبؤات أخرى للمئة عام القادمة، لكن لما التفاؤل؟ إنها فرصة لرؤية أخطائنا ومعرفة أين تقودنا. لا يزال لدينا الوقت لتصحيحها. لنبدأ بالأخبار الجيدة. وفقاً للذكاء الاصطناعي سيتم أخيراً اختراع علاج للمرض الذي كان يقتل الناس لسنوات، السرطان. ولكن الأمور لن تسير من جانب واحد. سيؤدي هذا الاكتشاف لقيام الأثرياء بتوفير أموالهم بانتظار اللحظة المناسبة لشراء تذكرة لحياة مديدة. وفي نفس الوقت سيكون للشرائح الفقيرة في المجتمع أيضاً هذا الوصول، ولكن سيتم تقييده بموجب القانون. هذا هو المكان الذي ستنشأ فيه الدجل والكثير من الاحتجاجات وغيرها من الأصداء غير اللطيفة في المجتمع. تنبؤ آخر يقول إنه لن يكون هناك انخفاض في السكان عام 2050. كل شيء سيكون أبسط بكثير، فإما أن نتعرض لموجة عملاقة أو سنتعرض لسرب من الحرائق والفيضانات والأعاصير وغيرها من الأشياء الغير سارة. بالمناسبة، أحد هذه الأشياء يلاحظ بالفعل. البحارة يبلغون عن الأمواج المرقة. هذه موجات كبيرة بشكل غير طبيعي، تظهر كما لو كانت بنقرة إصبع، ولا أحد يعرف طبيعة أصلها، فهي تظهر بشكل عفوي، وهذا لا يمكن إلا أن يكون مخيفاً. ويقال إن مثل هذه الموجات كانت موجودة قديماً، عندما لم توجد سفن حديدية بعد، ولهذا لم ينجو البحارة من مثل هذا اللقاء، ولم يتمكنوا من إخبار الآخرين عنها. وفي 2060، إذا وضعنا جانباً كل الكوارث الطبيعية أو إذا تصورنا أننا نجونا منها، فسوف تكون هناك نتيجة أخرى ليست أفضل لنا، ووفقاً لها سوف تسيطر علينا الروبوتات. هل إيلون على حق؟ إن سكان العالم بأجمعه سيتساءلون. إن تطور الشبكات العصبية هو أنه حتى لو لم تعش بمفردها، فإن الخطر على البشر سيظل قائماً، ومن يدري، ربما سيكون الأمر أكثر خطورة. الآن الروبوتات تحل بالفعل محل الأشخاص العاديين. عدد الوظائف يتقلص، وكل ذلك لصالح أجهزة الكمبيوتر. قد تصبح مهنة التسوق زائدة عن الحاجة مع تطور الذكاء الاصطناعي. ففي نهاية المطاف سيقوم الروبوت بنفس القدر من العمل. لن يتطلب الأمر أيام إجازة، وسيعمل مجاناً، وسوف يفعل كل شيء بدقة تامة دون أخطاء.
يبدو أن المهنة تتطلب الإبداع والنهج الفردي، ولكن كلما ذهبنا أبعد كلما زادت البيانات حول كل واحد منا على الإنترنت، وبالتالي يمكن للروبوت أن يتعلم كل شيء عنا بدءا من مواقع الويب التي نزورها أو الأفلام أو حتى المنتجات الخاصة. واستنادا لهذه البيانات سيقوم الروبوت بإنشاء إعلان أفضل من شأنه أن يجعل الناس يأتون للمتجر ويشترون ما يحتاجونه. بعد ذلك إذا مر الناس بهذه المرحلة الصعبة سيتبع ذلك تطوير مستعمرة على المريخ. يشير الذكاء الاصطناعي المسمى نوستورداموس إلى أن البشرية ستنشئ موقعاً هناك في نهاية القرن 21. كما تعلمون ربما هذا صحيح، لأنه بغض النظر عن محاولة مراقبة البيئة مع مرور الوقت سيتلوث الكوكب ولن يكون مناسباً للحياة. ربما لن يكون هناك مساحة كافية. الحل الأمثل لهذه المشكلة هو الانتقال للمريخ. بعد كل شيء يعمل العلماء اليوم بجد لإنشاء طبقة الغلاف الجوي اللازمة على الكوكب الأحمر لتظهر الحياة الأولى هناك، وعندها يكون الاستقرار هناك. يبدو أن الانتقال للمريخ أمر حتمي. عام 2084 بحسب نوستراداموس الاصطناعي سيكون العام الذي لن يتواجد فيه البشر كيومنا هذا. ولا، نحن لن ننقرض، لن نتعرض لموجة عملاقة، ولن يطردنا زعيم شرير يفضل الروبوت على الإنسان. في 2084 سيندمج العقل البشري مع الآلة وسيكون لدينا فرص جديدة للحياة. هذا كل شيء. أخبروني في التعليقات عن توقعاتكم للمستقبل. شكرا للمشاهدة وأراكم لاحقا.